لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. عادة ما يستغرق الحصول على درجة البكالوريوس من 3 إلى 4 سنوات، في حين أن مدة دراسة الماجستير قد تصل إلى 2. البرامج الفرعية لتخصص اللغة الإنجليزية. الكتابة الإبداعية، يعمل الطلاب في هذا التخصص على قراءة وتحليل مختلف أنواع الأدب الإنجليزي، بما في ذلك الروايات والقصص القصيرة والشعر والمسرحيات. اللغويات هو أحد التخصصات التي تتيح للطلاب دراسة اللغة الإنجليزية في سياقات التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس. أدب ما بعد الاستعمار، ويرمز هذا المصطلح إلى أدب المستعمرات السابقة للدول الأوروبية عموما وبريطانيا خصوصا. أبرز وظائف هذا المجال، كون خريجو الأدب الإنجليزي يمتلكون مهارات تحريرية عالية، فإن فرص العمل في وسائل الإعلام سواء المكتوبة أو المرئية أو المسموعة تبدو جيدة. العمل كمدرس للغة الإنجليزية. التسويق والإعلان والعلاقة العامة. للمزيد من المعلومات يمكنك التواصل مع فريق عمل yourstudy.com. لمزيد من المعلومات ارسل استفسارك عبر الرابط الموجود في وصف الفيديو.